هاي، معكم غيدة مرزوق، واليوم أنا سعيدة كثير إنه معي صديق الدراسة، شريك الدراسة، وأيضا حبيب القلب اللي كلنا بنحبه وكلنا اشتقنا له حتى على شاشة التلفزيون، لأنه غاب سنوات طويلة وهلأ رجع. بس مثل ما بيقولوا صبرت ونلت، وشفنا مسلسل رائع بدور كان هو لحاله عنده هيك مثل ما بيقولوا حيز كثير كبير فيه، وهو طارق تميم. يا أهلا ببعلي هاي غيدة، حبيبي، أهلا أهلا بقمري، أهلا حبيبي طارق، اشتقت لك كثير كثير، وانا كثير مبسوطه انه نحن اليوم سوا. حبيبتي، وأنا كمان، وأنا مشتاق لك كثير، وبيروت مشتاقت لك أساسا، كل العالم مشتاقت لك. حبيبي حبيبي، وانا هيدا الشيء عم جرب دائما دلني طلت كل الوقت، وانا كاني عايشه بلبنان طول ما اني حتى قاعده هون، كاني عايشه بلبنان مع كل الاشخاص اللي بموت فيهم واللي بعشقهم، وان شاء الله بنضل هيك نجتمع اكثر بايام افضل ان شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء يا الله. رب. مثل ما عم نقول يعني انت تعودوا عليك الناس كثير قبل بالاشياء الكوميديه، ان كان على التلفزيون ان كان حتى على المسرح. هالمره رجعت بمسلسل درامي 100%، بس بشكل كثير كبير وبقوه كثير كبيره، يعني عن جد مثل ما قلنا صبرت ونلت، غبت غبت ورجعت بقوه، بقى ايه جميل يعني، عن جد، فات على قلوب كل الناس. يعني صمت صمت وما فطرت على بصلي. ابدا ابدا، فطرت على دور بيطير العقل بمسلسل كثير حلو مشغول بشكل رائع، النار بالنار. فطرت عديك رومي هالقد قدو. هالقد قدو هالقد قدو، ونازلنا هلا من السما في هاله هيك في سماويه ايه فوق كمان. 100%، هاي الاضاءة. ايه ايه ايه، خبرنا خبرنا كيف كانت الرجعه من بعد الغياب. والله كثير حلوه. انا كنت اخذ القرار غيدا انه ما بقى بدي اشتغل تي في، وخاصه كوميدي ما بدي ارجع. واذا يعني بس بضل في واحد براسه هيك الاكسبكتيف انه اذا بدي ارجع بدي ارجع بشيء كثير حلو وكبير، وارجع للي نحن دارسينه بالاساس، نحن اولاد مسرح فلما تواصلوا معي اول شيء بعد ما كنت بعرف شيء بالقصه، باي ذا واي اول مره عم بقولها، رفضت. ما كان بدي، قلت لهم ما عم اشتغل تلفزيون، قالوا لي بس المخرج طالبك بالاسم. وإذا قلت لهم بس أنا يعني طيب خليني أروح ألتقي بالمخرج، قال لي حنبعت لك سينوبسيس. لما قريت علقت دغري، بس صرت بدي ألعبها، صرت إنه أنا قايل لهم ما بدي، إنه أنا عم بتقل، لا بابا بدي أفكر بالموضوع، خليني شوي بدي أتدلع شوي وأتغنى. فعلقت وقريت، حسيته كثير بيشبهني، وحسيت بقدر اعمل في شيء، وهيدا النوع الكتيبه حلو، وحسيت كل دور. ورحت اجتمعت مع المخرج اللي انا ما بعرفه شخصيا، ما كنت بعرفه قبل، اند وي كليكت مثل ما بيقولوا، وي كليكت دغري. وعم بسال، قلت له بس الاسم ما غريب، بعرف هيدا الاسم في حدا مصري، بس في حدا ثاني. قال لي انا محمد، انا بشتغل سينما، وانا بتعب يعني، نحن انا وانت وبنحضر هيدا، صح، غرامنا اثنين. قلت له انا حاضره هيدا، انت مخرجه؟ خبطت على راسي، قال لي اند اي لاف ذا فيلم بوقتها. هيدا الشيء فعلا يعني كمان يعني فتت على 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 نص، اهم شيء هو النص عن جد كثير حلو، والاخراج الجميل جدا، وايضا مع مجموعه ممثلين يعني من الدرجه الاولى. فقلت له عم ان اعطيني النص كامل، لكن لا ارى ما بدي بس دوري، لانه هني بيعطوك بيكون عندك ب 30 حلقه. قد ما حبيت، اي wanted تو جو عن جد ديب، مش بس بالشخصيه تاعتي، لا اعرف المسلسل وابعاده. اي ريمبر هني، لانه بيعطوك دائما كل ممثل بيعطوه دوره هو بكل المشاهد. اخذت هالقد يعني، رحت طلبت قلت له النص كله في مجال بدي اقرا، وما كان في ات واز شورت تايم مثل ما بيقولوا. اخذته قعدت بالبيت برش 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 لاقرا لاشوف غير شخصيات وكيف بدي اتعاطى معها وكيف كذا. ورحت لما اعطاني هيك اربع خمس ايام ورحت وقعدت انا وياه قريت، وقال لي خلصته؟ قلت له خلصته. ما صدق انه بهالسرعه، وقعدت اتناقش وشو خلفيات الشخصيه، ورجعت قلت هالمره اذا بدي اشتغل ما بدي اشتغل انه فوت انه اوكي وبعمل له كاركتر وفوت وكذا، مثل ما كنا ندرس ونشتغل انه هيدا الشخصيه بدي فككها، وبلش من وقتها خلق بيبي، وليش وصل لهون وليش صار هون، وهي هي وركبنا له حياه لاعرف انطلق من المرحله اللي هاي. وساعدني كثير المخرج بهيدي الشغله يعني، وكان باله طويل علي، قعدنا عملنا تيبل ريدنج لفتره شهر على فكره، ما حتى مع مرتي، مشان هيك كان في هيدا الكليك القوي كثير. بوجود المخرج، وتزبطت القصص وفتنا على التصوير وقلعنا، وكرمال الشخصيه حسها بتشبهني،
وطلبت منه شغلة، قلت له يعني هلا هو النص مكتوب بعقد وما بدي أغير ولا شيء، بس هو مكتوب بلغة كتير عربي يعني. طلبت منه قلت له يعني في، لأنه هو الكاتب النص سوري، فمكتوب بلهجة سورية بمحلته، وإني عم بيزبطوا إنه إيه فيك تعملها باللبناني. قلت له أوكي لبناني، بس في جمل أنا لأنه حبيت ألعب حالي، قلت له في جمل تشبهني كيف بقولها، يعني اللبناني كلهم بيحكوا شيء بس نحن في عنا جمل مثلا سقط علي عمل عرف كيف طشط غرق، يعني اللي هلا من شوي كنت عم هيدا انه نهبشت بالعرف. قلت له فيني سقط هول التعب، بيقول لي مثل شو هيدا شيء وافق على شيء ما حلوين، وركبت هيك وكان سو سموز التصوير وسحبنا واستمتعنا. ما حس بمحلات حسيت حالي ما بقى عم صور يعني، رايح كل يوم عم عيش حياه جديده بهالشارع. انا ابن هيدا يعني واحد من اللي عايشين فعلا بالشارع، وعم روح مارس حياتي اليوميه كانت ما بقى صار. هو وين تصور المسلسل؟ هو تصور بمنطقه صوب البوشريه بين البوشريه وبرج حمود، ايه اسمه حي السلام، في بقلبه مدرسه السلام وفي كنيسه، مشهور الشارع يعني، بس هو مش شارع خط عام، في شارع خط عام وهذا الشارع متفرع منه بس ليفوتوا على المحلات اللي جوا يعني. أيه. منه انه بيقطعوا في السيارات، بس بيقطعوا السيارات والناس اللي فاتين على هيدا الحي. فتصور قديش الحي يعني قديش الحي عنده يعني يفتقد للاسف الى كل الامكانيات، يعني شكله كثير قديم وعن جد يعني كل شيء موجود بقلبه يعني كثير كثير هيك قديم. كان مطلوب على فكرة، ونحن قديش في ناس وهذا ما فوته، هو طبيعة الحي لأنه قد ما العمل واقع وقريب من الواقع صح، هو هيدا من الأحياء الفقيرة، هو كان مطلوب حي فقير أكيد. صحيح جابوا أكستراز، بس في كتير ناس من أهل الحي كانوا عم بيمثلوا معنا باي ذا واي، وهيدا الشارع بحد ذاته فتنا عليه في كل الطوائف، وفي كل بالاساس في بقلبه نازحين سوريين، في سوريين وفي لبنانيه وفي ارمن وفي كل الطوائف بقلبه، فكتير بيشبه كان لهذا، وهيدا ساعد بهيدا الشيء. وروتش وهن ساعدوا عملوا يعني للشارع طريقه، يعني في كتير محلات ارمات انزادت يعني فكره المختار الحلاق. هو بالعمل كان في مختار بس ما كان مختار حلاق، بس لانه بهالشارع في مختار وحلاق بنفس الوقت، محله الاصلي هيدا محل المختار الحلاق، تركب الشخصيه اللي عم تلعب بيحلقوا مختار بنفس الوقت، بس بالنص ما كانت مكتوبه هيك، كانت مكتوبه انه المختار. ايه بس عن جد عم نشوف الاشياء اليوميه عم بيعيشها لبنان باوقات كثير ما عم تنطرح، يعني ما حدا عم يحكي عنها 100%. بلس بدي زيد شغله، هي اللي هاي الاساسيه بدك تنتبه عليها، صار في نوع من ما بدي اقول لك الطميط يعني، بس صار في من نوع لانه الناس مش شايفه، ما هو كل شيء ما بتشوفيه بام العين يعني، صار دغري الفكره السائده انه السوريين ما بيحبوا اللبنانيه واللبنانيه ما بتحب نطروا ابدا، في حالات شاذه نحن بنكرهها. وهيدا الحلو اللي قدموا البرنامج، انه يا خيي طيب انه اذا في هيدي الشخصيه عم تلعب انه عنده مشكله مع السوريه، بس مش كل اللبنانيه عنده مشكله مع السوريه، لا ابدا، الانسانيه بتلعب دور كمان امرار يعني. انا وحده من المشاهد القويه والحلوه وانا بحبها اللي هي علاقتي انه اعز صديق لعندي بالعمل هو جورج خباز، صحيح، بس جورج خباز عنده مشكله مع السوريه، يمكن مش هقول انك بتوافق عليها، يمكن تتقبلي فكرة كرهه للسوريين لانه ليكي شو صاير بحياته ومعتبر انه السوريين عاملينه انه متهمون كليا فيها. ايه
100%. وانا اللي صاحبه وبسمع شكاوي وبفهم عليه وبفهم وكذا، بوصل لمحل انه لما يحط الارما بطلع بعمل له مشكله عليها، انه ليش تحط الامين طلب منك انسانيا اذا عندك مشكله مع النظام شيء، بس العالم ما ذنبه، ما ذنبه ابدا. عرفتي كيف؟ يعني هاي الشغله انت موافق عليها بس نحن ما منوافق عليها، بيصير اول كلاش بيني وبين جورج، لحديت ما بيصير المشهد اللي كتير حلو بعدها بفترات، انه بضل حس كرهه قبل ما يتعرف على كارث ويصير فيها العلاقه وهو بيتغير. بس ممكن نخبر كتير عن المسلسل، انا ما بدي، انا لانه انا حضرته كله، بس انا ما بحب انسى شيء، يعني ما بحب خبره. لا انا اصلا بدي اقول لك، مش حقول المشهد تبع اللي بقول له، وهي نزلت برومو ففيني اقولها. إيه؟ انه قضيت 50 سنه من عمرك عم تكره، بدك تقضي ال 50 سنة التانيين من عمرك عم تكره. إيه. ما بيصير. مصبوط. بدنا نلاقي حل، ما فينا نعيش بالكراهية، هيدا المبدأ السلوغن، ما فينا نعيش بالكراهية، بده يتلاقى حل. وهي ذاتس. خاصة انه في خليط كتير حلو من الممثلين، يعني اللبنانيين والسوريين كمان موجود فيه، وبيجسدوا كمان كل واحد منهم بيجسد كمان الحياة اللي عم بيعيشوها، اللي عم بيعيشوها الاشخاص اللبنانيين والسوريين مع بعضهم. واكيد مثل ما قلت، يعني موضوع انه وجود واحد سوري بلبنان او الاشخاص السوريين اللي اجوا قصرا الى لبنان، مش مفروض واحد يغضب على، يعني هو يحاسبهم على قصة غلطة النظام، ما خصهم بهذا الشيء، هن بالعكس ابدا عم بيعانوا منها مثل ما كمان لبنان عم بيعاني منها. ونحن عنا النظام قاعد عنا وقاعدين ببلدنا بس، أو طفشنا من بلادنا كمان للأسف الشديد. يلا شباب، يلا شباب، استنى. يا أمشي. يلا. بس باين معين في الوقت. يلا جماعة فضة. يلا. طب هون كمان طارق بدنا نقول شغلة، انت من بعد غياب طويل مثل ما قلنا رجعت على مسلسل درامي، بس كمان في بطريقة الحوار كمان مهضوم، لانه ننشغل بالحوار كتير، كمان في شوية كوميديا، يعني حتى بطريقة تعاطيكم مع بعضكم كمان انت وجورج، وحتى بالشخصية، وخاصة جميل يعني طارق كان عم يبدع كمان بالادوار، كان دايما فيها الجانب الكوميدي كمان بحياتك، وهذا الشيء الحلو دخلته هذا الجزء شوي الكوميدي. هيدا لك شغلي، انا واحدة من شروطي حتى كانت، ما مش على الكوميديا، انه مع المخرج، لانه انا الناس معودة علي بالكوميديا، وانا عندي تندنسي اني يروح لهيدا، قلت له بدي العب وجدي لو شو ما كان عادي، يعني بدي العبه عادي اي محل اذا بدي كومك فيه. هلا ثابت انه ناحيه الكوميديا عندي، لانه السيتويشن كانت بتضحك، مش انا كنت مستقصد نكت، وهذا اللي ما كان بديه، وهذا الشيء اللي عجبني، انه انا ما كان بدي اعمل شيء روح فيه على كوميدي، مشان هيك لعبته طبيعي. وانا رحت فيه بمحل، لقال لك صح انا قاري ورق وعامل وكذا، يعني كنت عم فكر فيها من يومين انه ليش تبين هيك، مع اني انا عارف شو بده وين يوصل وين يصير. عملت شغلة محالة بيعملها الممثل كل مرة بيتبع طريقة، إنه بدي حاول أعمل أي جملة بقولها أو أي جملة ممثل تاني عم بيقول لي إياها، بدي يكون عم بسمعها للمرة الأولى. إيه مزبوط، وهذا الشيء الحلو، وهذا الشيء اللي عن جد شدنا جميعا يعني إلى المسلسل. عرفتي كيف؟ طلعوا لعندي لهون، ابتسم مديدة علي. طب اذا بنحكي على امور تانية غير النار بالنار، بدنا نحكي عن اعمال كمان اشتغلت، يعني صحيح بعدت عن التلفزيون، بس المسرح موجود كل وقت بحياتك، ما بيغيب ولا لحظه. كمان اشتغلت كثير اعمال مسرحيه بخلال هالفتره كمان، خلينا شوي هيك نرجع نعمل ريكاب سريع عليهم ونقول شو اللي جاي، واتس كومينج نيكست، مسرح وتلفزيون. طبعا مسرح وتلفزيون. هلا انا تي في رجعت بعد الغيبه، بس كنت عم بشتغل مسرح بهالاثناء، قطع معي مسرحيات، في منهم كانوا كلهم حلوين، بس انت بتعرفي بلبنان هلا وبوضعه ما بدنا نشكي هلا كثير وكذا، واقتصادي يعني الحضور على المسرح صار قليل، وصار اللي بده يعمل مسرح ما بقى بيعمل مثل ما كنا نعمل على الأيام المنيحة التسعينات يعني وكذا، نفتتح مسرحية ونضلنا 6-7 أشهر. صرنا نعمل هلأ مسرحية بنعرض منها شهر، أو بدها تصير مثل مسرحيات بتنعمل مثل اللي عم يعملوهن يحيى يعني أنجو وكذا، أنه بتعرضوا كل ما يكون في عرض بيروحوا بيعرضوا بيبرموا فيها وصرها، بس استمرارية ما في.
ايه المسرح بينعمل هلا، بنعمل بين 3 اسابيع شهر، جمعتين ثلاث، عرفتي كيف؟ ايه بيحطوا العروض وذاتس ات، وامرار بيروحوا بنعمل 3 عروض يعني فقط لا غير، من الاسئله بيكون مهرجان مسرح مهرجان. بهالفترات اشتغلت، يعني اخر عمل عملته برمضان كان، مش هالرمضان، رمضان اللي قبله، عمل اسمه لو يرجع رمضان زمان. كان كتير حلو، بيذكر بأيام رمضان، بأيام المنيحة والحلوة، وكيف كانوا المسحراتية. قبله بفترة عملت عمل توقف، وقفوا لي، أخذ ضجة بوقتها، لنفس المخرج اللي عملنا لو يرجع رمضان زمان، كان اسمه تنفيسي. ما بعرف ليش، شو كان وقتها، شو كان الاعتراض؟ عرضنا عرض واحد فقط لا غير، ووقفوا لنا اياه. تاني نهار الناس بالمسرح، اجى الامن العام وتوقف العرض. يا لطيف، يعني اعتذرنا من الناس وظهرنا، لانه باول عرض حضروا حدا، مع انه نحن كنا، هيدا هو بمهرجان المسرح، مهرجان مشكال، كان اسمه تنفيسي، هو ميوزيكال، كانت بتحكي قصه واحد حاكم بلاد، ماريشال، اسمه ماريشال اوكاشو. ايه ف وحاكم بلاده وعم يسرقها وكذا، فبيعملوا عليه ثورة، الناس الشعب بيعمل الثورة، والثورة هي هون الميوزيكال فيها، انه انا ما بغني الحمد لله، انا كل اللي عندي اياهم حكي ومونولوجز او بيانات بيقولها. الثورة هي مغنى، يعني ثورة جوع، ثورة ذل، ثورة طار راس الكل، ثورة على الحرامي، ثورة ثورة على الايام المرة، هاي شغلة كتبها عوض عوض، بتاخد العقل يعني. ايه وشاغل عليها وكل يوم. تنفيسي مزبوط يعني. ايه تنفيسي مزبوط، فش الخلق. وبيصير في شيء كبير وبيهجوا منه، هو بيصير بيخطب فيهم يعني، بيقول لهم يلي ما عاجبه يروحوا، فبيفلوا الشعب وبيضل هو حاله. عملنا اول عرض ماريشال اوكاشو اسمه، ولابس بيجامة لانه معتزل هو وكذا. فحسوا اجلس في سلة تحت باطه بتنعروا، حدا حضر اول صح عروس صح، ما عجبهم ما عجبهم، وقفوا لنا اياها، والتهمه في تهمه ما بعتوا ورانا ومضونا على تعهد، قال اهانه المقام الرئاسي. يا لطيف يا لطيف، ايه يا لطيف، ايه يومتها اللذة انه اللي عم يلعبوا الشعب كانوا تلاميذ نحن، وعم نتناقش مع الامن العام تحت وعم بهيدا، ونحن شو المسرح بيساع 200 زلمه. طلعوا برات المسرح بشارع الحمراء مسرح، وطلعوا عملوا الاغاني بالمسرح وصورتهم العالم، قام شافها مليونين زلمه كمان. برافو برافو. عرفتي كيف؟ سوري. ايه شهرونا. قبلها عملت عمل كثير حبيته واستمتعت، يعني اخذت سكسي المسرحيه اكثر بكثير من لو انعرض بالمسرح. ونحن كنا عم نعمل 3 عروض. ايه على فكره، يعني 600 زلمه حيحضرها، حضرها مليونين زلمه. مش بالعكس، هيدا هو الهدف الاساسي، هيدا التنفيسي. قبلها عملت عملت مسرحيه مع بنت اسمها روان حلاوي، هي استمتعت فيها، كان اسمها روم 202، غرفه 202. ايه هاي كتبتها روان، بطولتي انا وروان، كتبتها روان اخرجتها انا، انعرضت فتره مقطشه يعني، يعني شيء شهرين بمسرح، رجعنا شهر بمسرح، بعدين عملنا كم عرض وبعدين توقفت، ما فيكي يعني، بس كانت كتير حلوة. عن كوب بيتعرفوا على بعض وبيقرروا يتجوزوا بنفس الليلة، وبيعملوا شيء بيعملوا برينو، هيدا اللي بيعملوا الأجانب برينو، ايه هيدا البرينو، برينو اجريمنت، وبهيدا فكانت حلوة. وقبلها اشتغلت مع لينا خوري بحكي رجال، خوري كمان ايه بحكي رجال، واشتغلت روميو لحود. ايه الله يرحمك يا روميو، صح الله يرحمك. اشتغلت بطولة اخر مسرحية لروميو الله يرحمه، كاريكاتير كان اسمها، هي سنجيطا. ايه هي، وكنت عم نقر شوية افلام سينما، هيدول هني بهالاسناء. وهلا شو اللي جاي، هلا شو اللي جاي من بعد النار بالنار، على التلفزيون وعلى على المسرح وعلى السينما، اذا في شيء جاي هلا؟ هلا اول شيء، يمكن لانه نحن اولاد مسرح وبنضلنا بنحب المسرح وبنحب على طول نضلنا عم نشتغل المسرح، المسرح هاجس عندي لو بغيب عنه يوم يومين، مع انه ما صار زمان عامل، بس حابب كثير مسرح. فهلا في عندي مشروع مسرح بدي اشتغله. بس بالنسبه للتي في، انا يعني قلت لك فكيت العزله تاعتي ورجعت هيدي الكامباك، لانه كانت كامباك قويه، بس ما كنت عارفين بعد شو بدي اعمل. بس الفيدباك تبع العالم اللي اخذته،
اعطيني دفع انه طب فكه اكثر واستمر اذا بيجيب شيء. خليك خليك خليني، بس اذا بدي اعمل شيء حابب اعمل شيء يعني بنفس الكاتيجوري، يعني يكون خلص بدي العب الدراما ويكون له تقل، مش بضروري بكبر الدور. يعني ما بقى قبل يعني حاطط براسي ما بقى بدي العب كوميدي وسكتشات وهيك اللي كنا نعملهم، خلص انه بدي اشتغل هيك. مبدئيا السيزن الثاني بعد ما اجى، بس اكيد حيكون لي حصه فيها ان شاء الله. وهلا فايت بشغله كثير حلوه غريبه مهضومه مع الاشخاص اللي شفتيه هون، هو السيتويشن بتضحك. انا حالعب وجد الدور، بس هو اللي حينعمل هلا شغله كثير حلوه، الكتيبه كثير حلوه، الناس كثير حلوه، ما فينا احكي كثير عنه، اكيب كثير كبير متعامل، عم ينعمل هلا قعدات لنشوف كيف بدنا نفوت فيه. ونسينا ما في شيء يعني ناطرين هيدا، بس بالمبدأ هلا هالايام في قلة البيت هيك قراءات على شوية كذا، بس بدي اشتغل مسرح. اكيد اكيد يعني أكيد. راجع محركش بكم حدا من تبع اللي بشتغل معهم مسرح، لانه بدنا نعمل شيء ضروري. يلا ان شاء الله ان شاء الله، وانا ان شاء الله بكون بلبنان وبحضرهم ان شاء الله بالمسرح. اكيد هذا الشيء، هذا الشيء اللي كثير كثير هيك بغرامه وعشقنا كلنا جميعا من ايام الدراسه الروح لغايه اليوم. اكيد احلى ايام ممثلين مع بعض، بس ناسي بنفضحك انك انت ممثلي كمان ولا ما بنحكي. صحيح بالعكس، انا بحب دائما اكون موجوده على المسرح، المسرح غرام وعشق. لا غير بتحضري حتى ممثلي على المسرح. مزبوط مزبوط مزبوط. انا بذكرك اذا بتحبي بذكرك بسقوط عويس اغا، بس ما في احلى منهم هدول الايام، ما في احلى منهم عن جد. المسرح لغير انه واحد يكون عم يحضر لما بيكون كمان على المسرح نفسه، هذا لحاله شغف، شغف بحد ذاته. واكيد اكيد انا هذا الشيء اكيد بحبه كثير، بحب دائما اكون موجود ان كان على المسرح او ان كان بالافلام السينمائيه او يمكن على التلفزيون كمان، ولا مره جربت، بس على المسرح وعلى السينما عملت كثير كمان هيك بعض الطلات يعني زي هيك الصغيره، وما حدا بيعرف الايام شو بتحملنا، ما حدا بيعرف. اكيد كل شيء ممكن. واكيد انا كثير انبسطت فيك طروق اليوم حبيبي، ببعث لك بوسات كثير، وحبيب قلبي انت، وانت الجميل، وانت البعل، وانت المهضوم، بس انت بالحياه بعدك مش بعل ومش ناوي تعمل بعل، بعدك انت وجورج مساكين بالعزوبيه. صحيح. ابدا رافضين حبيبي. رافضين الزواج. لا مش رافض، بس لشو لنعتر اولاد العالم معنا ونعتر لهيدا اذا ما واحد ببلد يعني مش قادرين نوقف صح؟ عرفتي شو قصدي؟ ما بدي برر، بس هي نصيب كمان. صحيح صحيح، اكيد هي نصيب، واكيد هي بالنهايه واحد يعني مشهور عني. ها مشهور اني لازبين. مش غلط مش غلط. احنا مع كل الحريات، بدك تعمل لازم بدك تعمل جاي عمول بدك اياه حبيبتي انت. اكيد المهم تكون مرتاح بحياتك، وضلك حبيب الشعب مثل ما انت حبيب قلبي. حبيبتي غدود، وانا انبسطت كثير فيكي، وانا ببوسك وببوس مشاهدينك ومستمعيني، خاصه الجاليه اللبنانيه المقيمه في تحيه كبيره لكم، وانبسطت كثير باللقاء المهضوم، قاعدين عم ندردش مع بعض انا وياك. اكيد اكيد كلنا مشتاقين لبعضنا، واكيد ان شاء الله بنرجع نجتمع في لبنان بايام افضل بكثير، هذا دائما بنتمناه. اكيد احنا هذا الشيء لبنان حلو، لبنان حلو بناس طيب حبيبتي. ما في كلنا انا بقول لهم وين ما اخذتوني وين ما برمتوني مثل لبنان، ما في ابدا، ما حدا يقول نوي بدنا نعمل شيء هيك كمان، شيء عمل هيك جديد مثل لبنان ما في. هذا الشيء كثير اساسي وكثير مهم. اكيد شكرا كثير لك طارق، ولحتى تحضروا هاللقاء مع الممثل المبدع طارق تميم، اكيد بدعيكم تفوتوا تعملوا سبسكرايب على الاونلاين شانلز لعندي على غيدامجذوب.com، وانا بشوفكم بلقاء جديد. باي 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 باي.